أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في بداية سهرة الليلة التي نبدأها بهذه الفقرة والتي تختص بالتقارير الصحفية المتباينة حول الجدل الدائر بشأن احتمالية تغيير حكومة الدكتور قنديل، حيث أشارت عدة تقارير صحفية إلى احتمالات تغيير منتظر لحكومة هشام قنديل، كان أبرزها تقرير صحيفة الشروق. تباينت هذه التقارير بين التكهن بشخصيات الوزارة الجديدة وبين نفي رسمي لفكرة تغيير الحكومة من جانب الرئاسة، ثم الحديث بعد ذلك عن مرونة في الرئاسة باتجاه تغيير حكومة قنديل والجدل الذي دار حولها. وبين هذا وذاك تفتقد معظم هذه التقارير من وجهة نظر البعض الدقة لأنها تنسب إلى مصادر مجهولة. أيضا هناك أحاديث صحفية متكررة عن رفض حزب الحرية والعدالة لتغيير قنديل والموافقة على تغيير بعض الوزراء في الحكومة، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والخارجية، وأحاديث صحفية أخرى عن وساطات دولية غير معلنة لتغيير الحكومة من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. على أي حال سنحاول أن نرصد بالتحليل لحقيقة ما تنشره هذه التقارير الصحفية ومدى مطابقته لواقع المشهد السياسي مع ضيوفنا. أرحب بالأستاذ دكتور جمال حشمت، القيادي في حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. أهلا بك دكتور معنا. كما أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الشروق. أستاذ عماد أهلا بك معنا. أهلا بك. وأخيرا وليس أخيرا الأستاذ الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي. دكتور جمال أهلا بك. أهلا بك أستاذ. اسمحوا لي قبل أن نبدأ الحوار سنعرض لفاصل معلومات يرصد لأهم التقارير الصحفية حول التغيير المنتظر أو المحتمل لحكومة قنديل. إذن كانت هذه أهم المعلومات التي رصدت بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن حدوث تغيير محتمل لحكومة الدكتور هشام قنديل. على كل حال سنبدأ الحوار مع ضيوفي الكرام في الاستوديو. اسمح لي الدكتور جمال حشمة الدكتور جمال زهران أن أبدأ بالأستاذ عماد الدين حسين لأن موضوع التقارير هو موضوع محور الحلقة ومركز دائرة الموضوع. أستاذ عماد، يعني هناك سيل من التقارير الصحفية تحدث عن تغيير محتمل في حكومة الدكتور قنديل. طالما قلنا سيل يبقى هناك زبد يذهب جفاء، وما ينفع الحقيقة يبقى في الصحف. ينقص في الصحف. احنا عايزين نعرف يعني اولا تحليلك لهذه التقارير المتبينة ومدى دقتها خاصة لما نقول مصادر مجهولة. نعم، هذا سؤال مشروع وسؤال مهم، وكثيرون هذه الأيام يقولون أن كثير من الصحف تستعمل كلمة تقارير أو مصادر مطلعة أو مصادر عليمة أو مصدر فضل عدم ذكر اسمه، وفي المهنة إلى حد كبير هذه تضر بالمهنة الصحفية حقيقة، عندما تزيد أكثر من اللازم فهي دليل على نقص المهنية إلى حد كبير.
لكن عليك أن يعني تحاكم كل تقرير على حدة. في يعني الصحيفة الأكثر التي يضرب بها المثل في المصداقية والمهنية كانت الواشنطن بوست، والمصدر اللي كان الصحفي الأكثر يعني علامة في هذا الأمر كان اسمه بوب وودوارد الذي فجر فضيحة ووترجيت. بوب وودوارد يعني عمل القضية دي في أوائل السبعينات، لم يكشف مصدره إلا من حوالي 5 سنين لما المصدر مات، كان بيقول له أرجوك مش هتقول اسمي إلا لما موت، وعمل كتاب على هذا المصدر قال إن هو حتى كان اسمه الحنجرة العميقة ديب ثروت. الفكرة إيه؟ بس لازم تقدم للقارئ وأنت بتقول له مصدر مطلع أكبر قدر يطمئن الصحيفة أو القراء إن هذا الرجل إن هذه الصحيفة صادقة. في مصادر هذكر لك على سبيل المثال، عندما يكون الدكتور جمال حشمت صديقي وصاحبي أنا الصحفي عماد حسين وهو عايز يأتمني على معلومة بس مش عايز يذكر اسمه، وهذا بتحدث في كل الأحزاب، الإخوان المسلمين ما يحبوش يتكلموا كتير، فأنا هقول إنه مصدر من الإخوان المسلمين ولا قبل كده؟ لا قبل كده حتى، لأن أنا لو قلت اسم الدكتور جمال أو أي مصدر ممكن أضره مهنيا. الذي يثبت أن ده كويس أو وحش هو المصداقية الصحيفة التي تنشر ذلك. بمعنى هضرب لك مثلا آخر، الشروق نشر التقرير عمل ضجة جديدة جدا وكل الناس طلعت كذبتنا لما قلنا أن الدكتور محمود مكي قدم استقالته مرتين، كان عنوانه كده 5 أزمات في قصر الرئاسة، كل الدنيا كذبتنا، بس بعد شهر طلع الدكتور محمود وقال أننا فعلا استقلت مرتين. فبالتالي الذي يؤكد ان انت، احنا قلنا اول ما الشروق طلعت ان في طيران اسرائيلي قصف السودان والناس كلها قعدت تقول لك قصف بابلو وعمل والجران ده بيحلم، وثبت انه صحيح. فالمصداقيه بتاعتك بتتبني عبر اشياء كثيره وعبر مواقف كثيره. كلما استطعت ان انت تقلل نسبه المصادر المطلعه بيبقى كويس. لكن فيما يتعلق بجوهر موضوع حضرتك اللي بتسال فيه، احنا هذا التقرير اللي تحدثنا فيه عن نوايا، ما قلناش قرار. في فرق ان انا اقول محمد مرسي قرر تغيير حكومه هشام منديل وتعيين فلان وفلان، او اقول انه في اثناء اجتماع مع اشتون مصدر من الذين حضروا الاجتماع مصدر اوروبي قال لنا ان الدكتور مرسي كوميتد تعهد التزم، فاحنا ذكرنا بناء على شخص معين قال معلومه محدده، لم نقطع هل هي صحيحه هل هي يعني مدى هيحدث امتى، ما قلناش. واستعملنا مصدر تاني ان الدكتور حد اتعرض عليه بالفعل فوتح في تولي المسؤولية ورفض، من الناس اللي عرض عليهم المهمة الوزارية، حكومة مصغرة كما قيل، حكومة مصغرة، وقيل انه عرض على فاروق العقدة وقيل انه عرض على الجنزوري. انا كجريدة يعني زي ما بيقولوا مش بغسل وضام الجنة، احيانا بيبقى فيه الحريه والعداله في مرات كتيره جدا، ومؤسسه ومصادر في الرئاسه بيقولوا والله احنا لما لو في توافق قطعا نغير الحكومه، ما ده معناه ايه؟ معناه انه ممكن يغير حكومه الشام انديل. في مصدر احنا من شهرين كتبنا في الشروق خبر واضح ان الدكتور مرسي مرشح لرئاسه الحكومه. كان ايه مصدره؟ حد من جبهه الانقاذ زعيم كبير قعد مع الدكتور مرسي وتناقشوا وعرض عليه قال له احد الحلول اللي هي ممكن تنهي المشكله ان حضرتك تتولى رئاسه الوزراء. طيب. وهذا المصدر طلع قال لنا، فاحنا نشرنا وما قلناش اسم المصدر ده لانه الراجل ترجانا ان احنا ما نقولش هذا الاسم. طيب انا يعني وصلت الرساله. الدكتور حشمت، يعني اذا يعني معظم التقارير التي تذكر والاخبار التي تذاع وهي متبينه بالتاكيد ومتضاربه ايضا بتكون مبنيه على بيانات ومعلومات وتسريبات، في حين ان وتسريبات، في حين ان مؤسسه الرئاسه بتشكو من ذلك، الحكومه حكومه قنديل تشكو من ذلك ان هذه التقارير تحدث التباس عند الجماهير وتحدث مشاكل وتحدث ازمه نتيجه انها يعني مجرد تكهنات لا تعتمد او لا تستند الى حقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا الصحافه الفتره اللي فاتت ديت بتعتمد على مصادر ممكن يبقى فيه مصداقية للصحيفة عندما تنقل الخبر صحيحا عن مصدره، إنما ممكن ما فيش مصداقية للمصدر. وبالتالي احنا فوجئنا بقصص كتيرة قوي عن بيع سينا للفلسطينيين، عن بيع القناة القطريين، عن بيع حلايب وشلاتين للسودان، على إن مصر مفلسة وإن يوم 11/2 ولا 25/2 ما حدش هيقبض مرتبه، وإن الإخوان حرقوا محكمة اللي هي بتاعت جنوب القاهرة الأخرانية دي كلها الدستورية ما اتحرقتش ولا حاجة. قالوا إن زوجة الرئيس عملت حمام سباحة ب 15 مليون، قالت راحت تجوز ابنها لبنت هشام قنديل في طابة
كل دي أخبار مصدرها إيه؟ يعني هو برضو الجريدة لابد أن يكون لها منطق وعقل. يعني هي لو متحيزة ضد اتجاه هتجيب أي خبر من أي حد وهتنشره. مصدر الأخبار الفترة اللي فاتت دي كلها كان افتكاسات على الفيسبوك، شباب قاعد متضايق زعلان قرفان، فيروح كاتب خبر، فيروح جريدة مش عارف اسمها الموجز ولا ايه، تروح جايباك خبر صحفي تنقل عنها الصحف، وبعد كده يتعمل 3 4 برامج شو توك شو، وبعد كده يطلع الموضوع كله ما فيش فيه ما فيش مصداقية. لكن هناك موضوعات ايضا بتستند الى بعض القرائن، يعني بغض النظر عن ما ذكرته دكتور حشمت. انا عايز اقول ما هو ده قاله الاستاذ عماد وانا موافق عليه، ما فيش مشكله. انا بتكلم على الجانب الاخر، وده الحجم الاكبر من الاعلام الذي يبني غرضه يعني انت عايز تحفز الناس وتضايق الناس وتكره الناس وتغضب الناس وعايز حاله احتقان ياخدوا موقف من مؤسسه الرئاسه، من الحكومه، من الاخوان، من الحريه والعداله، من الاسلاميين بصفه عامه. فانت قاعد بتجيب حتى تقارير قديمه، يعني جابوا قضيه اغتصاب مش عارف واحده سنه 2010 وصوروها، على ان حتى الاستاذ المهندس خيرت الشهطر عندما خرج من السجن في 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 ابريل 2011 وقاعد يتكلم على المشروع النهضة بأنه المشروع لسه لم يكتمل، جابوا كلامه على أنه بعد ما أصبح جزء من برنامج الرئاسة وأصبح جزء له خطوات وإجراءات تنفيذية، قالوا ده بعد ده كله طلع. طب في فرق زمن، يعني الأمانة تقتضي أنك لما تقول خبر تقول الخبر ده مرتبط بأنه حدث وبأنه وقت وبأنه زمن، إنما تجيبه على الإطلاق وتقعد تنشره وانت جايب خبر قديم تشير به حاله. انا عايز اقول ان هي هذه مصداقيه الاعلام، وهو ديت المفهوم الذي يفهمه البعض ان حريه الكلمه تعني الفوضى. لا لا، انا اقول ان قبل ان نبحث عن حريه الكلمه ابحث عن شرف الكلمه. طيب يا فندم، حتى لا يبدو للبعض ان احنا موضوع هذه الحلقه هو موضوع الاعلام والتقارير الصحفيه، تعالوا لاصل الموضوع. احنا كنا نتحدث عن المراه العاكسه للازمات، لكن دكتور جمال سابدا معك يعني الموضوع من بدايته، وهو الاختلاف على حكومه قنديل. جبهه الانقاذ بتصر على تغيير الحكومه فيما يبدو للبعض أنه هو مجرد فقدان ثقة في الحكومة فقط وليس اعتراضا على الأداء، وإن حكومة قنديل قدمت أشياء إيجابية لكن لا تراها المعارضة ولا تراها جبهة الإنقاذ. وأول حاجة بحب أعلق عليها في قبل ما أتكلم على الموضوع ده مباشرة عشان ما نستهلكش الوقت، أنه ما فيش دخان بدون نار. يعني الصحافة أو الإعلام ما بيخلقش الحدث، ما بيخلقش الواقع، ما بيخلقهاش، ده هو اصلا بيجري ورا الواقع. قد تثبت له فيثبتها عند القارئ والمتابع لوسائل الاعلام او لا تثبت. يعني وهنا بتتبني على هذا الاساس مصداقيه، درجه مصداقيه الوسيله الاعلاميه، سواء كان صحيفه، تلفزيون، قناه فضائيه الى اخره. فعايز اقول انه مثلا لما بنيجي نتكلم عن واقعة تعديلات وزاريه او تغيير الحكومه وما ينشر في زي ما احنا سمعنا وشفنا تقارير من كافه وسائل الاعلام تتكلم عن هذا الموضوع، اكيد له اساس. يعني حد يقول ان ده كذب مثلا واختلاق، او واحد صحفي كده قاعد بيشرب شاي وقهوه كده على ناصيه ولا بتاع فقال لك انا عامل خيال كده انه شكل حكومه، ممكن يقول. في بعض الكتاب بيكتبوا قصة يعني بيتصوروا مثلا رئيس الدولة في وضع كذا، رئيس حزب كذا، اتجاه سياسي كذا، حرية وعدالة كذا، المعارضة كذا بالشكل الفلاني، وبعدين في الآخر يقول لك والله ده كان حلو. يعني ده شيء، كل ده مشروع في الإعلام، مشروع، بس في ناس بتحتمل هذا المشروع أو لا تحتمله، فهذا شأن كل تيار سياسي. فيما يتعلق بفكرة إعادة النظر في الحكومة، جبهة الإنقاذ معترضة كلية من حيث الأداء ومن حيث التكوين. وأنا لا أدافع عن جبهة الإنقاذ، أنا عضو بالتبعية في جبهة الإنقاذ، لأن أنا عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، والتيار الشعبي مشترك في جبهة الإنقاذ، لكن مش عضو مباشر في الجبهة اللي احنا بنشوفها على المسرح دي. فسياسي يعني، فاللي احنا بنتبناه أو أحد الشروط الأساسية لإدارة حوار جدي فعلي، مش هنقول طلبات ومش لا، شروط في إدارة حوار جدي الرئيس طرف رئيسي فيه، يبقى لابد أن نبدأ بإعادة النظر في هذه الحكومة كلية رئيسا وأعضاء بشكل كامل، وبالتالي يعاد تشكيل الحكومة واختيار شخصية سياسية تصبح محل توافق، وأعضاء حكومة تكنوقراط فنيين لا يميلوا لأي انتماء سياسي ولا توجه سياسي في هذه المرحلة.
يعني بتاع الاقتصاد بيدير امور فنيه فحسب، لغايه ما تتعمل انتخابات البرلمان لتكشف الايه حقيقه الوجود السياسي لكل فصيل سياسي موجود، بدا ثقه الشعب فيه ما عدم، وبالتالي يبقى دي فتره، دي حكومه انتقاليه نضمن بها او جزء من ضمانات العمليه الانتخابيه. مش معقول ابدا ان وزير تنميه محليه اخواني للنخاع يستطيع ان يسيطر على المحافظين والمحليات ويمكن ان يتدخل في الانتخابات، واحنا عارفين كيف يتدخل. انا راجل محترف انتخابات، هقول عن نفسي انا محترف انتخابات، واعرف كيف من خلال الادارات المحليه ومن خلال الموظفين ومن خلال كذا ومن خلال كذا. فمش ده مستحيل، فلازم يتغير. وزير شباب بيسيطر على مراكز الشباب والميزانيات، بعض الوزراء فلول ومن رموز النظام السابق. يعني تكوين الحكومه غير يعني ملوش علاقه بالثوره خالص. فبالتالي اذا ما كانش هتيجي حكومه انتقاليه جاده معروف كل واحد فيها بالاسم للراي العام، مش بدرب فيها الناس واهلهم وكذا، مش معقول وزير اعلام يبقى اخواني ايضا للنخاع. طيب. ها هنتكلم كلام مباشر، ويدير الاعلام فيه وهقول لي حيادي ومش عارف ايه. النهارده كان بيتكلم يقول لك احنا في اذى عصور حريه التعبير، وانا ممنوع من التلفزيون المصري مثلا، فيجي يتكلم كلام ده مش حد يصدقه. لا، منحاز لجماعته، وبالتالي لا تقبل منه حكومه تشرف على الانتخابات وهو يدير جهاز الاعلام. ده لا يجوز باي حال من الاحوال. ده بيذكرني بصفوت الشريف، يعني الراي العام يتذكر على طول. طب كان بيقول اذى عصور حريه التعبير والراي العام والديمقراطيه وغير ذلك. طيب ده احد الشروط الاساسيه يعني. طيب استاذ عماد، يعني وانت متابع لكل هذا الجدل الدائر بشان حكومه قنديل، يعني في الحقيقه ان كل طرف بيتحدث عن ان هو اللي كان يسير في الطريق الصح وانه كان ينوي التغيير او الابقاء لصالح البلد. حضرتك تكون صاحب رؤية في الأحداث، يعني متابع منذ البداية هذه الخطوات، من كان على طريق الجادة والحقيقة ومن كان على طريق المراوغة؟ البعض يتهم المعارضة أنها كانت تراوغ وأنها لا ترغب. الموضوع مش قضية حكومة قنديل أو غيره، القضية أنها تريد أن تضع الخشبة في عجلة الدوران حتى توقفها أو تكسرها، والبعض يرى أن لا، الحرية والعدالة هو السبب. مسيرة هذه الأزمة كيف رأيتها؟ بص، في الامور السياسيه معروف دايما انه يعني الشيطان يكمن في التفاصيل، وكل طرف يعني ما فيش حقيقه فيزيائيه ثابته، تجربه عمليه اتعملت فتقدر تبين من الصح ومن الغلط. كل طرف لديه من الادله والاسانيد والذرائع وتفسيرات الاحداث ما يجعله يقول انه صح. يعني انا تقديري انه وضع اعلان الدستور الثاني كارثي، بس تجد من هم في داخل اخوان يفسره بطريقه انه لا، ده كان لازم يتعمل كده. والجابت الانقاذ وهي محقه في ذلك في هذا الموقف تحديدا، ان هذا كان اعلان كارثي ومفصلي في تاريخ الشرخ اللي حصل بالفعل. لكن فيما يتعلق بحكومه قنديل، يعني انا هكون احاول اقول حاجه مختلفه. حكومه قنديل تصور ان هي ضحيه حقيقيه في هذه الازمه، بمعنى انه احنا لا توجد عندنا في مصر من زمان جدا حكومه سياسيه حقيقيه تستطيع ان تقول هي متهمه بكذا وهي مقصره في كذا. لدينا منذ نشأة الجمهورية في مصر رئيس سلطة تنفيذية له صلاحيات طاغية، وحكومة بلا صلاحيات حقيقية إلا في ملف زي ملف الاقتصاد. فبالتالي يعني احنا، انا اتذكر يوم احداث الاتحاديه لم يكن احد يسمع للحكومه حس، ما فيش الوزراء الذين المهمومين بالملف يتلقوا تعليماتهم المباشره من رئيس الجمهوريه، والجميع يعرف ذلك. يعني هناك ملفات وهناك وزراء لا صله للمجلس بهم، هم ما يسموا بالوزراء السياديين، الدفاع، الداخلية، الإعلام، العدل إلى حد ما، الخارجية. فبالتالي كنا نحمل حكومة زي ما بالضبط كنا نحمل أحمد نظيف مسؤولية وأخطاء حسني مبارك، أو حسني مبارك كان يحملهم. الإعلام المصري في وقتها لما يبقى فيه دائري يتعمل ولا كوبري ولا منشأ يقول لك عظمة الرئيس لكن لما تبقى فيه حادثة تبقى مشكلة أحمد نظيف. هذه الفلسفة ما زالت شغالة حتى هذه اللحظة. الناس بتنسب نسبت لمحمد مرسي بعض الانجازات في المئة يوم الاولى وهو محق، بس ليه انسب الاخفاق لهشام قنديل ولا لاي حد تاني؟ علي اما ان انا احاسب الرئيس على كل انتصاراته وبالتالي على كل اخفاقاته، واما لا. حكومه هشام قنديل انا تصوري الشخصي وارجو ان اكون مختلفا، اذا جاءت اي حكومه غدا فلن يكون هناك فارق حقيقي طالما ان صلاحياتها مش واضحه. يعني انا موافق اللي بيقوله دكتور جمال زهران، بس شرط ان يبقى معاها صلاحيات حقيقيه. بس الرئيس محمد مرسي ليه هيدي صلاحيات من وجهه نظره؟ يقول لك طب انا ادي المعارضه بصلاحيات ليه؟ انا رئيس منتخب ومن حقي ان انا احكم.
المعارضة ترد ولها الحق في هذه النقطة أيضا. أنا رئيس محمد مرسي منتخب نعم، وأنا رئيس محمد مرسي تعهد بوضوح أمام الجماهير وأمام الناس وأمام القوى السياسية قبل إعلان النتيجة بيومين بأنه يعمل 1 2 3 4 منها حكومة توافق وطني. هل حكومة هشام قنديل توافق وطني؟ ما هو معيار التوافق الوطني؟ هل هو تكنوقراط ولا أجيب ناس من الحرية والعدالة يكونوا مؤثرين؟ هذه أشياء معرفش تتمسك إزاي. بس النتيجة النهائية اللي خلينا نقدر نقول من الصح ومن الغلط، الرئيس محمد مرسي هو المسؤول أنه هو الرئيس، وبالتالي ينبغي أن يكون فيه توافق حقيقي. التوافق الحقيقي هو اللي يحاسب عليه مش الشعب. وإلا بهذا المنطق أن أنا أقول أن حسني مبارك كان بريء لأنه المعارضة ما كانتش بتساعده، هل يجوز أن احنا ممكن نعمل كده؟ المؤكد لا. الرئيس ومعه جماعة الإخوان المسلمين مطلوب منهم طول الوقت أن هم يبرهنوا للناس أولا، مش بس للمعارضة، للشعب، انه في توافق حقيقي. يتعمل ازاي؟ هذه مشكلتهم. طب السؤال ده هوجهه للدكتور حشمت. دكتور حشمت، يعني الناس شايفين ان حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين متمسكين جدا بموضوع هشام قنديل، وهذا يثير الشك في نفوسهم ويزعزع الثقة، خاصة ان في انتخابات قادمة. انت ماسك ليه في الدكتور هشام قنديل قبل الانتخابات، وليه مش عايز تغير الا بعد الانتخابات؟ هذا يحدث ازمة ثقة بين الحزب والجماعة ومؤسسة الرئاسة وبين المعارضة وبين كثير من الشعب. هل بحثتم بالفعل هذه الآليات بحيث تصلوا إلى توافق، خاصة المعارضة عرضت، في منهم عرض أن الرئيس بنفسه يتولى حكومة مصغرة، وهذا يعتبر يعني عرض منهم أعتقد أنه ممكن يكون حيادي إلى حد كبير كما هو في نظر البعض؟ أنا عرضت على أن الرئيس يمسك، أنا في حزب الحرية والعدالة، في حزب الحرية والعدالة الهيئة العليا، أنا عرضت أن الرئيس يمسك. إن هي القضية مش قضية أن الناس متمسكة، متمسكة إزاي إذا كان هو متهم لدى الجميع بأنه ضعيف؟ فأي ضعف هينعكس على دعم لحزب الحرية والعدالة في الانتخابات. قضية الوزراء الذين سيزورون الانتخابات، الكلام ده مضى عليه الزمن، ما حدش يتكلم بخبرات قديمة. خبرة 20-30 سنة كلنا عشناها وشفناها، كيف يجتمع المحافظ بالغفر ويجتمع بالموظفين اللي هيطلعوا ويتم اختيارهم، الكلام ده الآن مستحيل يحصل. خلينا ما نقفش على الوقائع اللي حصلت طوال السنتين اللي فاتوا. أنا عندي ضمانات انتخابية يعني غير مسبوخ، عندما يكون هناك إقبال جماهيري وطوابير واقفة، عندما يكون هناك إشراف قضائي كامل، عندما هناك تكون هناك رقابة محلية ورقابة دولية، عندما يتم فرز اللجان، الصناديق داخل اللجان ما فيش صندوق بيتنقل، عندما يوجد أمن جيش وشرطة، عندما يوجد شفافية يعني لا تسمح أبدا بأن حد يزور، لا يجرؤ أحد على أنه حد يزور. لما يجي وزير الشباب اللي اتكلم عليه الدكتور جمال ويجي في البحيرة يصدر قرار بمنع عمل اجتماعات ولقاءات في مراكز الشباب سياسية، ولا دور لهذه المراكز في الحملة الانتخابية القادمة، واجي اتهمه بان مراكز الشباب تحته. لما يجي وزير الاعلام وما زال الرئيس في كثير من الاحيان اسمعها بودني وبيسمعها كثيرون، يسب احيانا ويتريق عليه، ويجيبوا ضيوف يتكلموا، ويجيبوا مداخلات ما لهاش لازمه. اي سيطره على جهاز اعلامي 43 الف موظف انت ما جبتهمش وانت ما عينتهمش، ومش عارف تعين حد تاني وما تقدرش تعين حد تاني. ففكره ان وزراء تنميه محليه، واحنا عارفين اداء المحافظين، والدولة العميقة ما زالت هي المتغلبة، وما زال الكل بيشتكي منه في معاناته، في تحركاته، في سيطرتهم، في تعسفهم في أداء، في تعودهم على المصلحة والرشوة قبل أن يقدموا خدمة. وبالتالي أي وزير حقيقي يعمل إيه في وسط هذه المنظومة الكبيرة؟ هذا كلام الحقيقة ترداده على طول يبين أنه ليس هناك منطق في التعديل. أنا عايز أعدل زي ما هم عايزين يعدلوا. أنا نفسي، أنا عندي أداء وزراء لا يرتقي لمستوى المرحلة أبدا. ما المانع يا دكتور؟ ما هو المانع بقى دي مشكلة، إن إحنا قلنا يا إخوانا المانع ما فيش مانع، ممكن يتغير طبعا مجموعة وزراء ما بيأدوش. إنما خلينا نقول عندما نتكلم عن التوافق وعن الأحزاب أن العرض الذي قدم من فترة طويلة وما زال يتجدد حتى الآن أننا نريد حوارا بلا شروط وبلا سقف. يعني حزب الحرية كان من رأيه الرسمي إنه ما يعملش تعديل وزاري. طب هل ممكن يعمل تعديل وزاري؟ لو قعدنا نتكلم تعديل وزاري، حتى زي الدكتور عصام امبارح ولا الدكتور سعد قال حتى محاكمه الرئيس، نقعد نتكلم في الموضوع. يعني ليس هناك شرط، ما تجيش تشترط امتى عشان تطلعني انا اللي رافض، بينما انت تضع العربه امام الحصان كل مره. تشترط لايه؟ على إيه؟ ايه المنطق في انك بتحب وطنك وبتحب المصلحه العامه وانا مش هشترط؟ انت تشترط ليه؟
وبقول لك مفيش سقف، يعني انت هتطرح كل اللي عندك، كل اللي مطلوب قوله واعمله وننفذه مع بعض. فاذا كان البعض لا يجد هناك ثقه في القضيه ويريد ان يبرر خروجه ورفضه بان الرئاسه ترفض دائما وانها سبق لها ان وعدت ولم تنفذ، هذا كلام يطول الكلام عنه، واذا دخلنا فيه في هذا المزنق مش هننتهي ولن يتم توافق. خلينا نقول حاجة تانية مهمة لازم الناس تعرفها، أن استحقاق رئيس الوزراء في الدستور الجديد له استحقاق بيشارك الرئيس في الحكم، بل الرئيس بيشاركه في الحكم، صلاحية رئيس الوزراء أكتر. فهل نأتي برئيس وزراء يشاكس الرئاسة ونقعد ونختلفوا مع بعض والناس تضيع؟ ده طبعا يعني أمر مش مقبول الحقيقة. فإذا قلنا أن هذا رهن بانتخاب حر لمجلس نواب بأغلبيته أو بائتلافه يأتي بحكومة، وبرغم ذلك حزب الحرية والعدالة أعلن أنه لو حاز على الأغلبية في المجلس القادم فيشكل حكومة ائتلاف وطني، مش هيشكل حكومة أغلبية. يعني كل هذا كلام يتقال وبرغم ذلك محدش عايز يتقدم الخطوة، كأنه بيعطي طيب مبرر لحالة من الرفض الدائم وحالة طب من الرفض الدائمة. هرجع للدكتور زهران. دكتور زهران، يعني البعض يتساءل أيضا أن في متناقضات كثيرة في منطق المعارضة، يعني أنتوا عشان بتطلبوا بتغيير الحكومة ما هو لازم تجلسوا مع الرئاسة عشان تقدموا تصوركم عن الحكومة المحتملة، تقدموا بديل عن آليات تشكيلها، ولا احنا نغير حكومة وخلاص ونعمل مشكلة على الحكومة اللي جاية. كمان في نقطة، انتوا بتتهموا حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان ان هم منتظرين مجلس الشعب عشان الحكومة اللي جاية هتكون تبع الأغلبية اللي هم، في حين انكم تشككون اساسا في رصيد الجماعة وفي رصيد الحزب في الشارع المصري الآن. بعض هذه المتناقضات يعني كيف تبررها؟ ولماذا لا تستجيب المعارضة لدعوات الحوار الوطني وتضع النقاط على الحروف عشان ترد على الإخوان؟ وليه دي ليه دي حضرتك تتعامل معاها مهنيا ان هي المتناقضات؟ هذه ليست متناقضات، هم يرونها انا كما يرونها. يعني هم بيرونها لان هم اصحاب مصلحة واصحاب هوى. يعني لما نيجي نتكلم عن انه الوضع لسه الوضع لن يعني مستحيل ان تتكرر تجارب النظام السابق، لا احنا بنشوفها. تقصد في الانتخابات؟ في الانتخابات. اذا كان ما هو الدكتور جمال نفسه بيقول الدولة العميقة شغال، فالدولة العميقة يمكن ان تجرد الانتخابات. هتدور للاخوان والحرية والعدالة، هتدور للفلول وانظارهم. طيب يا دكتور زهران، اسمح لي يا دكتور جمال. طيب دكتور زهران، هم قالوا تعالوا تعالوا نقعد ونتفق على هنتفق. اصبر عليا عشان يبقى فكرتي واضحة. طيب اتفضل. بعد اذنك. انا ما بقاطعش حد اهو. ما فيش حد يقاطعني. سامح حق اقاطعك يا دكتور. اقاطعني زي ما انت عايز. طيب اتفضل. الدستور يعطيه الحق. وظيفتك. فعايز اقول لحضرتك ان ايه ده مش تناقض. احنا واضحين الرؤية. في ضوء خبرات. الاستاذ عماد قال في كلامه، قال انه الناس قعدت مع الدكتور مرسي قبل اعلان النتيجه وقالوا له احنا عايزين كذا، حاضر يعني خدهم على قد عقلهم ونفذ اللي عايز اللي عايزه وجاب زي ما عايز ومشي زي ما عايز وكده. قال يا جماعه مدوا ايدي مدوا ايديكم، ماشي مدوا ايديهم قبل حمدين صباحي والبرادعي وفلان وفلان وعلان من رؤساء الايه الاحزاب اللي هم ما كانوش كونوا جبهه الانقاذ ولا حاجه، وسيد بدوي رئيس حزب الوفد وغيره. وبعدين بعد ما خلص المقابلات دي كلها عمل الاعلان الدستوري يوم 21. ففي يعني من اين، ما هي مصدر الثقه اللي انت جاي النهارده تقول لي تعالى اقعد مع الرئيس وهتطلب منه؟ انا مش هطلب، ما انا مش هطلب من الرئيس، لانه الرئيس في غير محل الثقه اصلا دلوقتي بالنسبه للقوى السياسيه الاخرى. احنا مش معارضه، احنا قوى سياسيه وفي مناخ ثوره، ها، وفي فتره انتقاليه واغتصاب السلطه لطرف من جانب طرف واحد غير مقبول نهائيا. ولما يتكلم عن المعارضه اي فصيل من الفصائل ما يتكلمش على اساس ان هم ناس كده احنا بنعرض عليهم كده من بر وعتب، ما ينفعش الكلام ده، ده عيب، عيب سياسي خطير بيقابل الايه بعض الاخوه اللي هم بيستعلوا علينا وبيتكلموا من علن وكان السلطه بقت في ايديهم. ده مش صحيح. فعلينا ان احنا نتكلم اولا بهدوء كده ونعرف احنا مين وانتم مين. احنا كنا شركاء 18 يوم بعدين انفضت الشركه، كل واحد خد ايه نصيبه، هم بقى خدوا النصيب الاكبر. تعال بقى انت النهارده مثلا عشان تقول لي بتعزز الثقه، انت النهارده في مجلس شورى، ده مجلس غير شرعي وب 7% قصه طويله، ها، واعطيت له سلطات تشريعيه بالدراع وبالقوه وبشريعه الغب وكل الكلام ده موجود. لما تيجي انت تقول له هو يحتكر باغلبيه اللي موجودين فيه من جماعات المتاسلمه وما الى ذلك، ها، الاخوان وغيرهم، وتيجي تقول لي هو بيعملوا قانون حقوق سياسيه جديد بدون مشاركه مع القوى السياسيه الفاعله في الشارع، تيجي تقول لي ان انت اصلا عايز حوار،
انت بتعمل لي حوار اسمه حوار الاذعان، تعالى بشروطي، ده انت اللي بتقول لي بشروطي. احنا بقى بنقول لك لا، احنا مش هنتحاور في ضوء يعني ايه انعدام. ما هي المعارضه انعدام، ما هم ينظرون الى انعدام الثقه، هم ينظرون اليكم انكم تستعلون عليهم ايضا الرئاسة. بيننا وبين المؤسسه التي اصدرت اكثر من اعلان دستوري اولهم في 12/8 نزع الشرعيه عن حلف القسم وحنس بالقسم. طيب تونس وغيره، والثاني 21/11 قسم المجتمع. يا دكتور زهران، دكتور زهران طيب خلاص، دكتور زهران دكتور زهران حدد ميعاد انتخابات. هسألك سؤال، هسألك سؤال من حديث الدكتور حشمت. الدكتور حشمت قال لو فضلنا نتكلم في هذه الدائره الكبيره اللي من اول بقى الاعلان الدستوري هندخل فيما وصفه، هندخل فيما وصفه بالمزنق على حد وصفه، يعني هندخل الحاره المزنوقه. لا بلاش الحاره المزنوقه، هندخل مكان مش هنعرف نخرج منه. تعال نتكلم في دائرة الحكومة، دائرة حكومة قنديل. ليه ما تروحوش تحددوا هذه الدائرة وتتكلموا في آليات تغييرها، وتتكلموا في هل من الممكن نحن نقف على تعديل وزاري يضمن لكم نزاهة الانتخابات؟ هل من الممكن ان احنا نشوف حكومة مصغرة يرأسها الرئيس؟ هل من الممكن الاتفاق على يعني رئيس حكومة مستقل زي ما اقترحوا أمين عام جامعة الدول العربية؟ هل من الممكن ذلك؟ لماذا لا تبحثون ذلك؟ أنتم وطنيون المفروض. طيب بص أنا أقول لحضرتك، يعني خلينا نتكلم برضو بإيه، بنوع من الجدية يعني وموضوعية. ما نجيش نقول إن إحنا نتكلم عن الحكومة وأخبار حضرتك وسط الحرية والعدالة يصر على عدم التغيير أو التعديل، تصريح تاني واحد من القيادات يقول لك والله ممكن نشوف 3-4 وزراء، يعني الرئاسة ممنوع الاقتراب خط أحمر. ما أنت مش مقدم لي جسر ثقة، يعني لو صدر تصريح مثلا من الرئاسة بتقول ايه؟ بتقول انه نحن سوف نطرح عنوانا كبيرا هو اعادة النظر في الحكومة وبكاملها، او بناء على حوار جدي لو خدنا هذا العنوان، وانه كل الامور مطروحة، تغيير رئيس الحكومة وارد، كذا وارد كذا وارد. لو اتقال هذا الكلام الجدي مش الرئاسة، انت حضرتك ناشر اهوت في التقرير انه الرئاسة ترفض، الحرية والعدالة بيرفض، الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بيرفض، قيادات الإخوان بترفض، امبارح مهندس محمود عامل في تصريح بيرفض، أما تيجي أنت تقول لي ترفض، طب أنا بشترط. لكن هذه التقارير ليست دليل دامغ، لأنها تقارير متباينة. لا لا لا، يعني تبقى غير نفهمها في السياسة من أيام مبارك وغيره لما كان غير طيب. رد على وزراء برضه وصلت الفكرة دكتور زهران. أنا النبض. يعني لك حق التقرير دكتور حشمت، ولكن بعد أن أسأل الأستاذ عماد سؤال هام جدا، وهو موضوع طالما هل تجد أن الحوار بين المعارضة وبين المؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة أصبح فيه انسداد لا يمكن يعني سريان الماء فيه مرة أخرى، إلا بوساطة دولية كما قيل وما نشر عن وساطة الاتحاد الأوروبي للتغيير؟ نعم، للأسف الشديد الواحد في لحظات شعر بهذا المناخ، كم يعني حجم الاستقطاب بين الفرقاء وصل إلى درجة غير مسبوقة وغير معودة، وفي لحظه كان الناس خايفه من حرب اهليه. احنا في لحظه كان الناس بيقول لك نعمل شركات امن ونسلح بعضنا ونعمل جيش ونعمل شرطه، كنا دخلنا في سكه يعني سكه غريبه جدا، ووصلنا الى مرحله اخطر لما البعض قال ان احنا هم في البلد دي مش الخلاف السياسي بس وروح انتخابات والصندوق، سمعنا البعض بيقول احنا هم من الطرفين بامانه. من دون ما بس اللي قال الكلام ده في الطرفين نفسهم. لا لا انا لا اتوقع، لا كلام مش مستحيل حد من الحريه والعداله، مش الحريه والعداله فن قلت الطرفين اللي هم اقصد التيار الاسلامي الاسلامي ولا هم يقال عليه المدى، يعني مش الحريه والعداله ما بيقولوش بالنص كده لا بامانه، لكن في ناس في التيار الاسلامي في واحد واقف خطف في المنيا في مؤتمر واحد قيادي ويشار له بالبنان وقال كلام قال عليهم كلاب وكذا وكذا وكفرهم يعني. إذن يعني وفي التيار الليبرالي بعضهم قال كلام سيء جدا لا يقال ولا البلد لا تحتمل الطرفين بالضبط. فبالتالي هذا المناخ يعني مناخ مدمر للغايه. هنخرج منه ازاي؟ ولا يعني وصلنا الى مرحله ما حدش كان يحلم بيها للاسف، او يعني مثل الكابوس انه أشتون ممكن تيجي تتكلم وجون كيري. طبعا الكثير يقول لك لا ما حصلش، لا للاسف حصل. حصل بمعنى ايه؟ لما يطلع كيري يقول ان انا انصح المعارضه المصريه انها تشارك في الانتخابات، ما هي دي طريقه مهذبه دبلوماسيه، يعني بيقول لهم نحن نوافق على الانتخابات. انا رايي الشخصي كويس ان كان مفترض ان المعارضه المصريه تشارك في كل الاحوال، لان هذه هي الوسيله الوحيده ان هي تخوض كل المعارك وتدفع ثمن
وتحسن من شروط اللعبة قدر المستطاع. لكن مرة تانية فقدان الأرضية الأصلية لأي حل لابد أن يكون في مناخ من الثقة اللي بيتكلم عنه الدكتور جمال. بدون هذا المناخ ما ينفعش أنت تتكلم طبعا غير وزير الإعلام ولا وزير التنمية المحلية. القضية مش قضية القضية قضية جملة، مش قضية قطاعي. احنا مش في بقالة ولا حتى في سوبر ماركت، انت بتتكلم على وطن. الوطن ده محتاج انه القوى الرئيسية الفاعلة، اذا خدت بمنطق ان انا 60% وده 30% وده 40% الامور هتتدمر، لان في هذا الوقت ما ينفعش تقيسها بالاحجام النسبية. عليك ان تنظر اليها بمنطق ان هذا وطن ومرحلة انتقالية خطيرة ينبغي ان تمر منها بكل الطرق السلمية. وبعد كده نتخانق زي ما احنا بعد ما نرسي اسس حقيقية والناس تبقى اتفقت على الاصول وعلى القواعد نختلف كما نشاء. انا شامم في هذه الايام بوادر تهدئة ربما، يعني بعد الكلام عن يعني الحكومة تشعر انها في راحة شوية بعد القروض الخمسة مليار، وفي كلام عن في قرض تاني جاي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتحسن، وفي وساطة اجنبية للأسف الشديد، وفي احساس انه فكرة التمترس كل واحد عند يعني شروطه هيدمر العملية كلها. فبالتالي لمصلحة الوطن ليه الناس ما تقعدش مع بعض تجرب؟ احنا قعدنا مع اليهود، قعدنا مع الصهاينة، لا حتى تاني وتالت ورابع في العملية السياسية. دكتور انا مؤمن ان انا احاول قدر الامكان واستنفذ كل الطرق وابحث عن كل خلف كل حجر من اجل ان انا لا اهدر فرصة عشان ما يجيش في وقت لا قدر الله وصلنا الى كارثة نقول يا ريتنا كنا عملنا. نعم دكتور حشمة اقول لك حق الرد، انا لن اذكر ما قاله ما يعني المحاور التي ذكرها الدكتور زهران اتفضل. بس انا عايز اقول عامه، انا عايز اقول انا فكره اغتصاب السلطه فكره غير ورده ما تمتش في مصر حتى الان. يعني عندما يتهم الحزب الحريه والعداله انه اغتصب السلطه معناه انك شككت في الانتخابات وان الناس اللي ادت اصواتها ب 62% 30 مليون 32 مليون في الشعب وراحوا بحكم المحكمه الناس كلها سقفت لها، بينما بيتكلموا دلوقتي على 7%. طب ما ال 32 مليون الناس ما وافقتش معاه، انت جاي تتكلم على مجلس الشورى الان. يعني عندما اراد الرئيس ان يحصن المؤسسات كانوا هم بيسقفوا لتقارير المحاكم التي ابلغ عنها الناس قبل ان تصدر، وماشي لحد دلوقتي لحد احمد شفيق في اخر لحظه قال انا راجع مصر، وبعدها صدر الحكم بتاعه بتبرئته. فانا عايز نقول يعني في اجراءات بتتم، وفي المقابل ربما عدم الثقه، ربما عدم الرغبه في انفراجة الأمور بحوار جاد، وخاصة ما زالت الدعوة قائمة. الرئيس في آخر خطاب ليه؟ عشان إذا كان بيعتبر أن القيادات لما بتتكلم، وإحنا قلنا أن إحنا عايزين حوار بلا شروط وحوار بلا سقف ده ملوش قيمة. الرئيس قال في آخر حوار ليه؟ قال يا جماعة وأنا أدعو الناس كلها بكرة، وما قالش شرط، ما اشترطش شيء، وما قالش هنتكلم في حاجة أو اتنين، لا قلنا بلا شروط بلا سقف على اجنده وطنيه مش اجنده حزبيه. المشكله ان بعض الكاريزمات هي اللي مش حاسه، مش متصوره، مش متخيله ابدا ان 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 اللي بيحصل بيحصل. وبالتالي انا لا اعني مصلحه الوطن، مصلحه الوطن تقول ان احنا نقعد حتى لو انت يا اخي مجروح شويه تعالى اقعد، زي اللي كانوا مع الرئيس في وقت الاستشاره، انت جاي وتستشيره، وانا في ازمه، انا في مرحله انتقاليه ممكن اخطئ فيها. المستشار ما يمشيش، المستشار كان دوره انه يصوب الخطا ويعدل الخطا، مش مع اول مشكله في المركبه اروح نازل في اول محطه. فانا عايز اقول فكره انك عايز تغرق اللي قدامك او عايز تكشف اللي قدامك، انا ما اظنش ان فيها صحه. الحاجه الثانيه فكره التناقض، طب مين اللي متناقض؟ مين اللي قال يسقط حكم العسكر ومين اللي استدعى العسكر؟ يعني بالتحديد الدكتور جمال زهران في 7 فبراير سنه 2011 قال ان المجلس الاعلى العسكري بيتكلم وبيحكم باسم مبارك. بعيد عن الشخصية يا دكتور معذرتك، المجلس العسكري قلت طبعا عشان ما نخش في سجل شخصي ارجو لم يتبقى وقت والله. في 9/4 قال استدعاء، يبقى كله مع بعض، لم يتبقى وقت. قال استدعاء الجيش، قال استدعاء الجيش ضروره حتميه، استدعاء السياسي للجيش، ما فيش حاجه اسمها سياسي لحمايه الامن القومي. يعني ده هو الرئيس في ظل تشارك سلطه، ده هو الرئيس عشان ما تجيبش التناقض. لا مش انا، والا هجيب لحضرتك مقالاتك واجيب لفكرك. جيب مقالاتي، جيبها لي، جيب مقالاتي. اهلا وسهلا بمقالاتي يا دكتور جمال. لا يعني اذا كنت انت بتتكلم تناقض ابدا على الاطلاق، انا ما عنديش طبعا. لاني اتكلم في حاله وسط، انا راجل في مربع الثوري حتى الان، انا ابرحه ما فيش مشكله، مربع الثوري ومربع الدستوري. المهم ان انا قصدي في الاخر خلينا متسقين مع مصلحه مصر مش مع مصلحتنا الشخصيه. فاذا كان هناك طرف يقول لك انا مين اللي يحدد مصلحه مصر يا دكتور جمال؟ يا فندم الوطن من كلنا، من الذي يحدد مصلحه مصر؟ الناس كلها معروفه. ترجعوا في كلامكم، اعملوا ترجعوا في كلامنا ازاي يعني؟ انتوا اللي بتوعدوا وبتخلفوا، يعني الرئيس يعني بيوعد ويخلف. طيب الرئيس، وانا هنقعد نجري وراكم. الرئيس احبط مؤامره تعطيل الدستور بالاعلان الدستوري، تمام؟
أحبط مؤامرة تعهد ببناء المؤسسات الدستورية فين المؤامرة دي مش فاهم وغيره تواطأ مع على حلاه أعلن الحرب على الفزان دكتور زعيم يعني مؤامرة تسطر عليها رئيس مرسي دي فين هي فشافها للرأي العام لا بس ومن السودان يقول لك أنا أعمل ثورة لا إيه ثورة بس هو أنا بس يعمل ثورة أنا عايز أقول أن حجم المعلومات ربما اللي عند الرئاسة والموائمة تعرف لما طلب أحمد شفيق في قضايا جنائية الانتربول قال إيه في قضايا جنائية ما لاش دعوه بالسياسة خالص مخالفة قال لك لا ده كان مرشح رئاسة فاحتمال يكون فيه شبه تصفية حسابات طب لما تتكلم بقى على الأسماء وتكشف بقى أوراق بقى الدعم اللي جاي من بره وجاي من جوه والمحرضين والمنفذين ما هيتكشف يا والله هيتكشف في يوم من الأيام والله احنا اللي بنشغل العليا الانتخابات ما كشفتوش ليه يا دكتور قدمت للنائب العام لما هي في تقريرها بتقول انه اللجنه العليا ثبت لديها ان هناك تمويلا لعدد كبير من مرشحي الرئاسه ال 13 ليه ما كشفتوش ليه ما تطلبوش بكشف مين اللي مين الشفافيه اللي بعد الثوره في الشفافيه مين اللي لازم الشعب يشارك في السلطه على من يكشف وفي المعلومات على من يكشف انت بتتكلم في سلطه قضائيه لا انا مالي سلطه لا لجنه انتخابات دي لجنه مستقله يا دكتور لجنه مستقله عليها ان تصالح الشعب يعني ان اعلنت نتيجه واحد فاز وواحد خسر واحد اللجنه العليا دي ما انا لازم اشكلها واحالتها للنائب العام والقانون بيلزمها بذلك انت بتتكلم على واحد طرف كان طرفا في مركز ليه على شفيق والفاسدين اللي بيتعاملوا معاهم رجال الاعمال لم يستدعى معاهم يا دكتور سؤال اخير سؤال اخير لم يستدعى احمد شفيق علشان انتخابات طيب يا جماعه دكتور حشمت دكتور زهران قاعدين بنتكلم على الموارد دكتور واللي بيخرب الغايب قاعدين بتسقفوه وانت قولي انظم يعني انا شفتكم تتكلموا مع بعض على اساس يكون في ردود على تساؤلات كل منكم الاخر لكن دكتور حشمت كيف الخروج من هذه الازمه من وجهه نظرك هذا السؤال للضيوف الثلاثه احنا تكلمنا مئات المرات والاف المرات من قبل الثوره وفي أيام المعارضة وأيام التنسيق مع كل الجهات نحن لن يصلح لبناء مصر فصيل واحد ولا جماعة واحدة ولا حزب واحد الكلام ده قلناه يقينا وده اللي خلى الناس تقول حتى لو أخذنا أغلبية مش هنعمل حكومة أغلبية هل أنتم مستعدون لتعديل وزاري أو تغيير الحكومة كلها برمتها؟ مش هي دي القضية مش هي دي النقطة مش هو ده الشرط اللي يتحط عشان يتحقق مش هي دي القصة القصة أن نحن نعترف بأن المعارضة جزء من الحكم جزء نعم. من الحكم على المعارضة أن تشارك بجدية لسه ما بناش معارضة طيب. خلاص أستاذ عماد مع بعض ما أنتم مختلفين كيف الخروج من هذه الأزمة في عجالة بعد إذن حضرتك نص دقيقة بالضبط تكلم على الأكثرية أن يطبق الإخوان المسلمين مقولة نحن لا نتحمل الحكم وحدنا ولا يوجد فصيل يقولونه كثيرا ويقولون مشاركة لا مغالبة لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يطبقوه ولم مش عارفين يطبقوه إزاي يعني لازم تقول لي طب انت مش هتقدر تحكم مصر وحدك طب ما تشارك الناس تشارك الناس يعني تجيبهم وتقعد وتقولهم هنحكم مع بعض مش عايزين يجوا لا دكتور لا لا انا في عجاله سريعه جدا مش قضيه ان انا في الليل في التلفزيون الساعه 10 بالليل اقول لهم تعالوا في دعوات راحت يا دكتور وعرض على 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 قيادات في الوزاره عشان عليهم مفيش وقت للسجال مفيش وقت للسجال اتفضل يا استاذ انا بجيب الناس دي وبقعد معاهم مش وسط 50 واحد وسط ناس احزاب تعبانه واحزاب صغيره بتدي ليه احزاب تعبانه واحزاب صغيره هنقيس انت دلوقتي طيب خلاص وصلت الفكره يا استاذ عماد انت تدعو الاخوان المسلمين انت تدعو الاخوان المسلمين للحوار الرئيسيه ونقعد نتفاهم مع بعض طيب خلاص نجيبها من عدد دكتور زهران بحاجه مخصوص في انتخابات مش متارجوك لو سمحت استاذ عماد ان انا قلت كلامي عشان انا متسق مع نفسي لاحظ انا قلت حضرتك ان انت انا ما بطلبش من الدكتور مرسي لان الدكتور مرسي عندي بالنسبه لي من 12/8 فقط شرايطه تطلب من مين انا بطلب من الشعب كويس ان الشعب لازم يحمي ثورته ولازم نرجع للمربع الاولاني للثوره ازاي يحميه ولازم ان احنا هنكون مجلس رئاسي مدني الرئيس ده يتكون برئاسه رئيس انت تدعو الشعب الى ثوره دكتور زهران طبعا لا زالت الثوره موجوده قائمه وتجددت في 25 يناير 2013 وحتى الان لم اشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور جمال زهران استاذ العلوم ده مرسي يتحاسب عليها ويتحاكم في الدكتور انتهى وقت الحلقه استاذ الدكتور جمال حشمت القيادي في حزب الحريه والعداله وعضو مجلس الشورى والكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي لجريده الشروق كان صوتكم هادئا طوال الحلقه وكنت اود ان اختم هذه الحلقه بما كان من هدوء طوال الحلقة شكرا جزيلا لكم كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء بعد الفاصل موجز لأهم وآخر الأخبار فابقوا معنا